مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية المشاهد نت: كورونا والحرب يسلبان اليمنيين فرحة العيد. القدس العربي: أزمة قبور في صنعاء، وفيات كورونا تتزايد وتشمل العديد من الشخصيات البارزة. الشرق الأوسط من الأخبار المنوعة: بتناول الآيس كريم الإيطاليون يحتفلون برفع تدابير الإغلاق. تربت الفتاة الريفية ريام الفقيه على استقبال العيد بالممكن والبسيط، فلم تكن الملابس الجديدة مهمة بالنسبة لها، بل وكما يقول موقع المشاهد كانت تسعد بالزنة التي ترتديها لعيدين أو ثلاثة أعياد، وحذائها المصنوع من المطاط ونقشة الحناء على ذراعيها التي تدفعها لانتظار فجر العيد بلهفة. تقول ريام واصفة أيام العيد: كعكنا كان بسيطا وصبوحنا فتة مع السمن أو عصيد دخن مع السمن. أول العيد كنا ننتقل من بيت إلى بيت لجمع المعايدة، ونروح ثاني أيام العيد إلى قرية أمي لنجتمع بأفراد العائلة. تكمل ريام للموقع: كانت أياما جميلة ننتظرها بشغف، بعكس الأعياد الأخيرة التي أصبحت مثلها مثل أي يوم عادي، وانصرف الناس إلى همومهم ومشاكلهم ووضع البلاد ونسوا كيف يفرحون. يضيف الموقع: الكل يحمل معنى مختلفا عن حقيقة العيد، البعض يعرفه بالملابس الجديدة والحلويات، والبعض الآخر يجده في الزيارات والضيوف، لكنهم جميعا يتفقون على كونه لا يتحقق إلا باللمة والفرحة. لكن كل هذا تغير في زمن الحروب وفيروس كورونا. تقول ندى محمد إنها تتمنى أن تعود أيام زمان الجميلة بكل تفاصيلها، لكن الوضع تغير، وسواء في ظل كورونا أو عدمه لقد فقد العيد بهجته مع سنوات الحرب. الوضع في اليمن في طريقه لكارثة، حيث حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن عملها في اليمن يقترب من نقطة الانهيار المحتمل مع انتشار فيروس كورونا في البلاد وازدياد عدد الأسر التي تلجأ للاستجداء وتشغيل الأطفال وتزويجهم. حوالي 80% من سكان اليمن الذين يعانون من سوء التغذية، كما يقول الموقع، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بما جعل الوضع في البلاد أكبر أزمة إنسانية في العالم حتى قبل ظهور الفيروس. في الأسبوع الماضي قالت الأمم المتحدة إن نظام الرعاية الصحية في اليمن انهار فعليا، ومن المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في مختلف أنحاء البلاد، وأطلقت المنظمة نداء من أجل الحصول على تمويل عاجل. شارلي باكسلي المتحدث باسم المفوضية قال في إفادة عبر الإنترنت: نحن بصدد الوصول إلى نقطة انهيار محتمل في برامجنا، حيث قد يتعين وقف الكثير منها، خاصة برامج المساعدة النقدية لليمنيين النازحين داخليا، إذا لم نحصل على تمويل إضافي قريبا. اليمن كارثة صحية تضاعف مآسي البلد الكثيرة. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها، والتي قالت في بعض أجزائها: في العاصمة اليمنية صنعاء، فإن سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين حولت مكافحة الجائحة إلى ملف أمني، فمنحت أجهزتها صلاحيات تتبع الناس واعتقالهم والحجر عليهم بعيداً عن المؤسسات الصحية المختصة، حسب بيان أصدرته من جنيف منظمة سام للحقوق والحريات. وأضافت المنظمة أن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس يعد بالألاف، والوفيات تتجاوز المئات، حيث تحولت مشافي صنعاء ويب إلى مراكز تقتصر على علاج مرضى الجائحة وسط تكتم بالغ وإجراءات أمنية مشددة. ومن جانبها تتنصل الحكومة اليمنية من أعباء مواجهة الجائحة، وتلقي بالمسؤولية على عاتق خصومها من الحوثيين في الشمال والمنشقين في الجنوب،
متغافلة عن حقيقة أنها تقف مكتوفة اليدين إزاء تفاقم الكارثة، ليس بسبب عجزها عن أداء الحدود الدنيا من الواجبات المناطة بها فقط، بل كذلك لأنها أصلا حكومة تابعة لرعاتها في الرياض، وقراراتها أسيرة ما يرسم لها خارج السيادة الوطنية. وما دامت تعلن أنها مالكة الشرعية، فمن الطبيعي أن ينظر المواطن اليمني إلى تقصيرها على نحو أكثر مرارة وإحساسا بالخذلان من نظرته إلى الحوثي أو الانتقالي. في العام الماضي شهد موسم الأمطار انتشار الكوليرا على نحو اعتبر الأسوأ في التاريخ البشري، وهو حتى الساعة ليس تحت السيطرة. ولقد ترافق وصول جائحة كورونا إلى اليمن مع موسم الأمطار لهذا العام أيضاً، مما يضاعف كثيراً المخاطر الهائلة الناجمة عن تعايش الجائحتين في بلد جرى تصنيفه الأفقر على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة القدس العربي أيضاً كشفت عن تزايد عدد الوفيات بشكل يومي في العاصمة صنعاء، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا، مما أحدث أزمة كبيرة في توفير القبور للمتوفين. نقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن أعداد المتوفين تجاوزت الطاقة الاستيعابية للمقابر العامة بسبب الأعداد المتزايدة للمتوفين يوميا، وتعامل ميليشيا الحوثي مع الجائحة كما تقول الصحيفة. تعامل هذا التعامل خلق رعبا وهلعا أكثر من الرعب الذي شهدته العاصمة جراء الحرب الراهنة. تضيف الصحيفة أن مصدر الرعب والهلع في صنعاء حالياً ليس بسبب انتشار وباء كورونا بشكل مخيف وحسب، ولكن أيضاً بسبب تعامل ميليشيات الحوثية مع هذا الوباء باستهتار وبأسلوب تصفية حسابات مع الخصوم أو مع من ترغب في تصفيتهم. الأمم المتحدة طالبت الحوثيين بضرورة تسليم ملف كورونا للجهات الطبية ووقف التدخل الأمني في ذلك، وكذا وقف الممارسات القمعية أثناء التعامل مع المشتبه إصابتهم بالوباء. اصطدمت مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي لبسط سيطرته على جنوبي اليمن، لا سيما العاصمة المؤقتة عدن، وذلك من خلال إعلانه الإدارة الذاتية، اصطدمت بحصار داخلي وخارجي ليفشل في معالجة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تواجه عدن. وعنونت صحيفة العربي الجديد: مشروع الإدارة الذاتية جنوب اليمن ينتكس. وتحدثت العربي الجديد عن وجود تسريبات عن توجه سعودي لنقل مقر قيادة التحالف إلى شبوة بدلا من عدن، وذلك تحسبا لعمل عسكري ضد الانفصاليين في العاصمة المؤقتة من قبل قوات الحكومة لفرض اتفاق الرياض بالقوة. واعترفت مصادر في المجلس الانتقالي في تصريحات للعربي الجديد بأن الوضع معقد للغاية، وهناك حصار قيد حركة المجلس في التقدم بخطوات لتطبيق مشروع الإدارة الذاتية. المصادر أضافت أن الخلاف السعودي الإماراتي حول خطوة إعلان الإدارة الذاتية أثر على حجم وكمية الدعم الذي كان يمكن أن تقدمه أبوظبي للانتقالي لتجاوز الأوضاع الصعبة في عدن. أكد أحد قادة الانتقالي للعربي الجديد أن إيرادات عدن غير كافية لتوفير أي من الخدمات للمدينة، ولا سيما في ملف الكهرباء الذي يعد أكبر من قدرة المجلس وإمكانياته، لذلك يحتاج إلى دعم خارجي. تفاقم الأزمات وفشل الانتقالي في إيجاد حلول لها دفع الأوضاع في عدن للخروج عن سيطرته، مع تزايد الضغط الشعبي والغضب وخروج احتجاجات شعبية ضده تطالب بعودة الحكومة. الحرب الباردة المقبلة. تحت هذا العنوان كتب المغربي علي أنوزلة مقاله المنشور في العربي الجديد، وجاء فيه: لم يعد السؤال اليوم عن إمكانية وقوع حرب عالمية باردة جديدة أو عن موعد حدوثها، فهي باتت حتمية ونحن نعيش اليوم على وقعها. حتى ولو توصلت القوتان المتصارعتان أمريكا والصين إلى هدنة تخفف من وطأة تصريحاتهما النارية والحرب الإعلامية والدعائية بينهما، إلا أن سباقهما نحو الهيمنة والسيطرة على العالم لن يتوقف، فهو بالكاد بدأ وستزداد حدته بعد انتهاء أزمة وباء كورونا. وعكس سباق التسلح خلال فترة الحرب الباردة السابقة الذي انتهى إلى ما سمي توازن الرعب،
فإن السباق التكنولوجي الحالي بين القوتين المتصارعتين لن يؤدي إلى وقف هذا السباق أو تخفيفه، وإنما إلى تأجيجه من أجل السيطرة على الفضاء السبراني وتكنولوجيا الاتصالات. تمتعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أثناء الحرب العالمية الباردة الأولى بتفوقها الأخلاقي والعلمي والاقتصادي والسياسي في حربها ضد المعسكر الاشتراكي الذي كان يفتقد إلى الحرية والديمقراطية، وشكل موضوع حقوق الإنسان السلاح السري الذي حقق تفوق الغرب على المعسكر الشرقي. تكاد الصورة اليوم تكون مختلفة بل ومناقضة لتلك التي كانت سائدة في الماضي، فصورة الديمقراطية الغربية خصوصا في نموذجها الأمريكي الحالي تبعث على السخرية والقيم النبيلة التي كان يفخر بها العالم الحر. بددتها سياسات اليمين الأمريكي المحافظ خصوصا في عهد الرئيس ترامب، وأمام التفوق التقني الصيني الذي يرجح كفتها في هذه الحرب يصبح الخوف مشروعا من الآثار السلبية على مستقبل الديمقراطية والحريات في العالم في حال انتصار قوة استبدادية مثل الصين فيها. وهنا تكمن خطورة هذه الحرب. تحدث الطبيب جون رايت بمستشفى برادفورد الملكي في بريطانيا عن بعض التجارب العلاجية بغية التوصل إلى علاج لكوفيد 19، مرجحا أن الحل قد يكمن في مزيج من 3 أنواع مختلفة من الأدوية. وفقا لموقع البي بي سي الذي عنوان فيروس كورونا، مزيج الأدوية الذي قد يساعدنا في هزيمة كوفيد 19، الموقع قال: تعد تجربة ريكفري أكبر التجارب التي نشارك فيها حالياً، وهي تشمل بالفعل ما يزيد على 10,000 مريضاً في شتى أرجاء البلاد يتناولون دواءً وهمياً أو واحداً من عدد من الأدوية الأخرى. يتضمن هذا المزيج على الأرجح دواءً مضاداً للفيروسات ودواءً مثبطاً للمناعة ودواءً مضاداً للالتهابات. ومن الأدوية المضادة للفيروسات التي تخضع حالياً لاختبارات دواء قد يساعد في منع تعلق فيروس كورونا ببطانة الرئتين، ودواء آخر قد يساعد في منع تكاثره في الجسم. كما يمكن للأدوية المثبطة للمناعة أن تساعد في وقف رد الفعل المناعي المبالغ تجاه الفيروس المعروف باسم عاصفة السيتوكين. ووفقا للطبيب تتراجع احتمالات التوصل إلى دواء واحد فقط لعلاج كوفيد 19، ولقد تمكنا في الماضي من خلال استخدام مجموعة أدوية من هزيمة مرض السل بمزيج من المضادات الحيوية. رفع تدابير الإغلاق التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إحدى أكثر الدول تأثراً من وباء كورونا، دفع بالإيطاليين بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى الاحتفال بإحدى تحلياتهم المفضلة وهي الآيس كريم. مجموعة كولديريتي الزراعية قالت في بيان: بعد تمضية فترة طويلة في المنازل اختار الكثيرون أن يرفهوا عن أنفسهم بتناول الآيس كريم حتى خلال وقت الغذاء. 39,000 متجر يبيع الآيس كريم في البلاد يعمل فيه 150,000 شخص أنقذ من الإفلاس بسبب الاحتفال والحاجة الماسة للناس لتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق بعدما يقارب من 3 أشهر داخل منازلهم. استهلك نحو 240 طنا من الآيس كريم في نهاية الأسبوع الماضي في روما وعلى طول ساحل لاتسيو وحده، وفقا للمجموعة التي أوضحت أن السكان كانوا يكافحون الارتفاع في درجات إذا تم تصنيف هذا العام حتى الآن على أنه الأشد حراً منذ عام 1880. وقعت شركة سبوتنيكس الروسية مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوي أند كو اليابانية بشأن التعاون في إنتاج وتصدير مكونات الأقمار الصناعية الصغيرة وتقديم خدمات الصيانة. يعنون موقع روسيا اليوم: روسيا واليابان تتعاونان في تسويق الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط. ووفقا للموقع، الشركة الروسية ستقوم بتصميم مكونات الأقمار الصناعية الصغيرة ووضع وتطوير التكنولوجيات الخاصة بها، أما الشركة اليابانية فتتولى اقتناء منتجات وخدمات الشركة الروسية وتمثيل مصالحها في مناطق آسيا والشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك،
فإن الشركة اليابانية تتولى ضمان التعاون في مجال إطلاق الأقمار الصناعية من طراز كيوبسات من متن المحطات الفضائية الدولية. كيف سيكون شكل العالم الجديد بعد كورونا؟ تتساءل صحيفة الغد في تقرير تحليلي جاء في بعض فقراته. كيف سيكون شكل العالم الجديد بعد كورونا؟ هل يتصاعد الإحساس بالقلق خشية دخول العالم في مستقبل فوضوي؟ أسئلة كثيرة تثار في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ العالم الحديث، لا سيما أن أزمة كورونا تؤرخ لحقبة جديدة تبدو ملامحها التي لم تتبلور بعد بالصيغة المتوقعة مختلفة عن الحقب السابقة. لقد تعطل نحو 20 مليون شخص عن العمل في الولايات المتحدة والصين، وانهارت أسواق النفط، وتم إغلاق قطاعات بأكملها، وهي شؤون كان يبدو من المستحيل التفكير في احتمال حدوثها، ولكنها أصبحت الآن واقعاً ملموساً. كان يبدو أن حدوث كارثة فادحة مثل هذه أمر بعيد عن التصور، ولكن ها نحن ذا في مواجهة واقع أن فيروساً حجمه أقل 400 مرة من قطر شعرة في رأس إنسان فضح بقسوة وبلا رحمة جوانب الضعف في الاقتصاد العالمي، وستشكل هذه الكارثة فاصلاً بين العالم الذي نعرفه وعالم قادم آخر. مكمن الخوف هو حقيقة أنه لن يكون من الممكن العودة إلى الأوضاع الطبيعية السابقة، حيث سيكون وقت طويل قد انقضى، وستكون خسائر ضخمة قد وقعت، ولن تعود حقبة ما قبل تفشي الوباء بالشكل الذي كانت عليه. لكن العالم لم يكن يتمتع بالهدوء قبل تفشي الوباء. يرى المؤرخ فالتر شيدل أن الأوبئة تتمتع بقدرة على فرض عملية إعادة توزيع الثروات، ويقول إن الأمراض بالإضافة إلى الحروب والثورات وانهيار الدول تمثل واحداً من الفرسان الأربعة الذين سحقوا ظاهرة اللامساواة عبر التاريخ. رفعت اليابان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيروس التاجي، وأعادت فتح ثالث أكبر اقتصاد تدريجي في العالم بعضاً من مظاهر العودة التدريجية للحياة الطبيعية في هذه الصور المنشورة في صحيفة القدس العربي. نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. تلك المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتيرية نصل إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. في أمان الله.